صباح الخير البنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم بخير؟ كي دايرين مع الصحيحه؟ كي دايره احوالكم؟ مرحبا بالناس اللي عندي في القناه، ومرحبا بالناس السلال اللي تزادوا عندي، مرحبا بكم. المهم بنات، كما كتشوفوا هذا النهار صباح الروبو، اختكم كما العاده كتنوض مع السبعه، واخا كنبقى نقول يا ربي يجي الحد باش نصبح نعسه والو. واخا هاد الليله والله الا نعست معطله، حيت تعطل عليا دريس، كنت في دارنا وجا عندي تقريبا حتى شي 12 ونص، كانوا في مولاي يعقوب وصحابو وجاو عندي. واخا هكا كنت على البويري، اول حاجه نتا البنات درتها هي نتشقيت راسي بواحد الزيت، كنديرو زيت الفلفله مع زيت الثومه. صراحه بين لي واحد هاد الفرق، لان اختكم صافي قرعت مره، كيخوالي شعري في مره، ولكن الحمد لله دابا بديت كنعالجو شي شويه. المهم نط اول حاجه درتها هي هبطت جبت الفطور ونصبت الغداء في نفس الوقت. علاش؟ لانني حنا نهار الاحد ضروري كنتغداو بالحوت، هو ده النهار الوحيد اللي كندير فيه الحوت، حيت كنكونوا بحكم جالسين. مساء الايام كتجي بالليل، ما يمكنلكيش تقري الحوت ولا طيبي ولا شي حاجه. المهم هو غادي ينوض يمشي يجيب لي الحوت، وانا غنكمل نخمل الدار ونجفف داكشي ونفيق، هو ينوض يجيب لي الحوت نجيبه نغسله وندير له شرموله، وعاد نمشي للحمام، حيت ما كنتعطلش انا في الحمام ساعه 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 وربع، صافي كنكون ساليت. مهم خليكم دوزوا معايا هاد النهار، ما عرفتش واش غادي نخرج، حيت انا هاد النهار معروضه عند خمرت لوسي عنده الاسبوع. الله يكمل على كل واحد، والله يرزق كل واحد، والله يسهل على كل واحد. مهم غادي نمشي، ولكن حتى الليل ما عرفتش واش يهديه الله يخرجني ولا ما يهديش الله، ما عرفتش زعما ما عرفتش بالضبط. المهم اللي درته ها نتوما معايا، خليكم معايا وقبلوا على اختكم. المهم البنات يلا وشلت الفطار وحطيته، دابا غنفطروا باش غيمشي يدرس للسويقه، وعاد غادي نشوف شنو غادي نديرو. المهم كاين غدا مع دريس، عنده واحد الكليانه اخت صاحبتي صراحه، والكليانه ديالو غنمشي معاها باش يشوف معاها شي حاجه، المهم شي طبالي ولا شي حاجه ما عرفتش شنو هي. المهم ما عرفتش واش غنمشي هاد النهار نتقدا ولا ندور ولا، المهم فين ما مشيت ها نتوما معايا، وضروري غنشارككم فين ما مشيت. المهم البنات انا عزيز عليا الدوران، كنحماق على شي حاجه سميتها الدوران، عندي النهار الكبير اللي نخرج، عندي النهار الكبير اللي عيطوا لي هكا شي ناس نمشي لعندهم، كنمشي عند كل شيء سواء قريب البعيد، كنحماق على شي حاجه سميتها كنبغي بحال نمشي عند الناس نجمع معاهم نتعاود معاهم، عزيز عليا هكا الجمعيه، ما عزيزش عليا نبقى بوحدي. البنات تضحك على دريس، سالت له الطوموبيل منها ليسانس وقفت في الطريق، دابا هو جهز البيدو ومشى يجيب ليسانس، وانا بقيت واقفه هنايا كنعينو انا وصاحبتي. مشينا الصراحه البنات في الشميشه باش على اساس اننا غير غنمشيو وغنخرجوا، كان مسكينه موجوده الغدا حلفت علينا ما بغاتش كاع تخلينا نجيو حتى تغدينا، تلقينا الحال مشى. دابا البنات الحال مشى عليا، لا بالخروج ولا باش نمشي نتقطع، دابا غادي نضطر انني نمشي للدار باش نلبس حوايجي باش نمشي للسبوع، راكم عارفين الاسبوع يعني خص غير مور العشاء 8 9 خصنا نكونوا غاديين. يلا انتم معايا ما تشوفونيش شنو غادي ندير، جاتني الضحكه ولا جاتني الضحكه، ولا بس ملي وقفت قريبه البومبا وما وقفتش بعيده البومبا، وكون وقفت بعيده على البومبا عكا راه كارثه، ما دابا راه وقفت غير قريبه البومبا بشي قسماي راه مشى يجيبو غادي يجي. المهم بنات كما كتشوفوا جيت للدار، صيبت شعري، درت شويه د المكياج، دابا غادي نلبس جلابتي باش يلا نمشيو، لان دابا راه تسعود هادي، هذا هو الوقت. يلا خليكم معايا. المهم البنات انا لبست غير الجليبه ديالي ها نتوما كتشوفوا، ودابا غادي نمشيو حيت عكوستي وشيخي كيعينونا، غادي نمشيو ندوزو معاهم وعاد ندوزو عند نوتي وحده اخرى عاوتاني باش نمشيو. يلا خليكم معنا باش نمشيو للصباح. المهم البنات يلا جينا دابا من السبوع، عادي دابا الوحدة الليل، يلا جينا. صراحة ما صورت لكمش بزاف، صورت لكم غير شوية، راكم عارفين بعدا نجلس هي الأولى، راكم عارفين الله يسهل، راكم عارفين أنا يلا بادية دابا في اليوتيوب، خصني تنشاور كل واحد عاد خصني يمكن لي نصور. المهم كيما كتشوفوا ما تمشي غير فين مشاك الله، هاد النهار كنت عوالة نمشي نتقدا، ولكن منين مشيت انا ودريس داك السخيره اللي قلت لكم ديال صاحبتي ما مشى لنا الوقت وما تسخرناش،
نشوفوا شنو هي في السيمانه ولا في الثالث السيمانه، ندير باني بلي عندي في الثالث السيمانه. المهم تمشي في المشاك الله البنات، وبنادم راكم عارفين غير مسير ما مخيرش. ايوا صباح الخير البنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كي دايرين مع الصحيحه؟ صراحه بغيت البارح نسد داك الفيديو، ولكن قلت علاش لا نشارك معاهم حتى بحكم ما غاديش نخدم حتى الثلاث عاد نخدم، قلت نشارك معاهم هاد النهار. المهم البنات نط الصباح جمعت جميعا خفيفه للدار، قلت حتى نمشي للسويقه ونرجع عاد نشوف شنو غندير عاوتاني. دابا انت البنات ديا الكوكوط ديالي، الكوكوط البنات ديا هاد نصوبها، نصوبها البنات في السويقه. تهرسوا لي هذاك البشكيت تقبطوا، قلت نعاودهم جوج بهم، وداك حليتها كلها في مره تيصوبها لي ويعاود لي ليها حتى الجلده. المهم نخليكم معايا باش تمشيو معايا. خرجت البنات من الدار وزيت شاكوشي غدا السويقه، صراحه صات صات وانا لابسه هاد الجاكيطه، وحسب لي كلبس غير الجلابه لابسه هاد الجاكيطه. ايوا انا كنبقى لقيت اليوم غدا، اليوم غدا نديها، اليوم غدا نديها، وانا كندير باني غير بواحد الكوكوط وحده اخرى. ودابا النهار قلت الصراحه كنبغي نمشي نهار لحد، ولكن ملي كنمشي كيدعي علي النهار كله. شحال هادي البنات، فاش كنت بنت كنت عندي نص نهار ديال السويقه د نهار لحد. صاحبتي في الواتساب قلت لها علاش تمشي معايا، قلت لها صافي دوزي موراي حيت هاديك طريق السويقه ديال الدار وغندوز معاها ونمشي. صراحه كتعجبني هي البنات انا السويقه بالحد، كتكون فيها خوذه، كيكون فيها داكشي البالي، داكشي الديكورات الباليان وداكشي مزاون. ايوا كتعجبني نمشي لها الصراحه بالحد، ولكن الا مشيت لها عارفه راه النهار كله كيضيع عليك، كنجي حتى جوج جوج ما كيبقى لك لا باش ديري حمام لا باش ديري شغل الدار لا باش تخرجي. كنتفاداها نهار الحد مره هي، ولكن كتكون عامره وداك الديكورات القدامين كيكون فيها البال داكشي فن بياس الفرايع كيكون. ايوا دابا غادي نمشي السويقه كتكون خاويه، نهار الاثنين راها خاويه. دابا هانصوني عليها نشوفها. وهنا البنات جيت انا وصاحبتي لعند الدري اللي كنتصرف معاه في السويقه اللي كيباع القطنيه وداكشي. صراحه الدري اللي عمره سلعه كلشي عنده ناقص، واثمنه مناسبه، وكلشي ديالو طيب الصراحه. كان نخدم عنده ديما، يا العدس يا اللوبيا يا الحمص يا كلشي. خديت من عنده غير اللوبيا والعدس وشويه ديال الرز وصافي، هادشي اللي خديت ومشينا. البنات يلاه جيت من السويقه عرفتي، والحراره ما كاينه الصراحه، ما كاينش الزحام نهائيا، ولكن الحراره. وما خديت والو، خديت غير واحد، مشيت عند مول القطنيه خديت واحد شويه ديال القطنيه، وجيت وصوبت الكوكوط البنات. كوكوط صوبتها الصراحه كيحسب لي غتبقى عنده ساعه، قال لي دوري على شي ثلث ساعه واجي موراها. صوب لي البنات هادو، وصوب لي اللاكس ديال هذاك الجلده صوب لي. صراحه هادو انا ما عجبونيش، انا كيعجبوني هادوك اللي كيكونوا هكا اللي كيتهزوا هكا. هو صوب لي هادو، قال لك هادوك ما قبولوش ما رصاوش، ماشي مشكل. وخديت البنات الكاس ديال المونينيكس هاد بلاندي، صراحه هاد المونينيكس البنات صدقات لي زوينه، خديتها منين تزوج 2011 هادي 9 سنين وصدقات لي غزاله. غير واحد المهم هذا تهرس لي حيت هزيتها وما كانش راسي، هزيتها وتهرست، مشيت شريته وخديته ب 12% دريال، حيت راكم عارفين دابا راه رمضان قرب الله يدخلوا علينا بالصحة والسلامة. لا عندك شي بريكول في الدار ولا شي حاجة ضروري كتسيبيها. دابا البنات غادي نوض باش نشارك معكم واحد الماسك، صراحة زوين البنات مجرب، خطير خطير، غير جربوه ردو عليا، ديال التجاعيد. هو صراحة بنادم راه خصو غير دخل بنادم في 30 خصو يبقى يقابل وجهو على حسب التجاعيد، صافي كيبداو داك 28 29 كيبداو التجاعيد. المهم بنات هذا هو الماسك ديالنا، فيها البنات زنجلان مطحون كطحنيها البنات، وفيه زريعة الكتان حتى هي مطحونة، كتجيبيهم كتغسليهم وتشمشيهم وتطحنيهم. وفيها البنات دانون مسوس كيما شفتو، غادي ديرو معلقة 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 وغتخلطو. المهم هانتوما غادي تشوفوني كي غادي نديرلو، تخلطيه البنات ودهنيه في وجهك جوج مرات في السيمانة ديروها البنات، ثلث ساعة على ما كيبس. المهم انا غادي نشارك معكم الطريقة وغتشوفوا. المهم بنات ها الماسك ديالنا،
صراحه هابله مع التليفون، مازال ما شريتش السبوره، وكان بدا البنات نديرو. دير بنت شويه في عنقكم، لان راكم عارفين فجايد كيجي حتى العنق. المهم بنات كيما شفتو شي الماسك صافي يبس على وجهي، ها نتوما يبس مره. دابا غادي نغسلو البنات هذا الماسك، هذا ديروه جوج مرات في السيمانه. غنغسلو وغنوريكم. المهم غنغسلو ونرجع لعندكم. المهم البنات من بعد ما غسلت وجهي من الماسك، كندير البنات ما ورد، غزال ما ورد ندير لوجهي، واصلا كاتبين فيه التجاعيد وداكشي كنديرو ديما صراحه. ولا كنستعمل الوجهي الا بالليل ملي كنقوماجي وجهي ولا كنغسلو، كنستعمل غير ما ورد غزال. كنتمنى هاد لا فيديو يعجبكم. يلا تهلاو في راسكم وباي باي عليكم. السلام عليكم الفيديو الجاي ان شاء الله. ومرحبا بالناس اللي تابوناو عندي، واللي شاف القناه جديد ما يترددش شويه تابونا باش ديما ان شاء الله يوصلو الجديد ديالي. السلام عليكم وباي باي عليكم. يلا الله يعاونكم الفيديو الجاي ان شاء الله.